يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أنهى من أسمعه يقول اللهم إني أسألك بنبيك محمد خشية ألا يساء به الظن وخشية أن يقع في الشرك؟ نعم، لأن هذا مجمل، هذا الكلام مجمل، فلا لا بد أنه يبين له هذا الشيء، لا سيما وكثير ممن يقولون هذا الكلام يقصدون المعنى السيء لما نشأوا عليه من الخرافات والبدع، فلا بد من البيان. نعم.